فعلا احنا ان شاء الله نبقى. بص يا دكتور عم، انت اشرت نقطه جميله قوي دلوقتي. احنا لما بنيجي مسافرين عمره ولا حج ولا اي سفريه اخرى، بنقول والله احنا مسافرين 9 ايام 10 ايام، انا محتاج في المدينه المنوره هلبس كام ثوب، ده جو شتاء، طب هاخد كام بلوفر، طب مش عارف ايه، طب معجون الاسنان بتاعي، طب الحاجات الخاصه، مش كده ولا ايه؟ مظبوط. بترتب شنطتك وانت مسافر سفريه اسبوع 10 ايام، ولو نسيت حاجه المدينه والمحلات هتنزل تجيبها، صح؟ احنا عندنا سفريه طويله قوي قوي، سفريه للدار الاخره. يا ترى كل واحد جهز شنطته ولا ما جهزهاش؟ تزود تزود وتاهب للذي لا بد منه، فان الموت ميقات العباد، وتب عما جنيت وانت حي، وكن متنبها قبل الرقاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ هو في واحد يسافر رحلة عمرة من غير شنطة يا دكتور عمرو؟ ينفع؟ ويقول لك ما أنا صاحبي معايا مسافر، هباخد من فلان جلبية، وباخد من فلان شبشب، وباخد من فلان معجون أسنان، وأخلي فلان يصرف علي. ما حد مسافر من غير شنطته. فإذا كنا الدار الآخرة، الناس عملت استعداداتها لأي رحلة، ما حدش بيسافر الأمريكتين أو أوروبا أو أي دولة إلا لما يسأل عن المناخ بتاعها شكله إيه، طب أجيب هدوم صيفي ولا شتوي، صح ولا لأ، بيبقى عامل حسابه لكل حاجة، طب الدنيا حر أخد النضارة الشمسية ولا لأ، طب النضارة القراية أخدها معايا، كل حاجة تجهز شنطتك. ودي سفرية بقول لحضرتك لو نسيت حاجة هتجيبها من هناك، إنما الدار الآخرة لسفري سفري بعيد، وزادي من يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يرقبني. الموت قاعد منتظرني، في أي لحظة هبقى كتابه اتقفل. ففعلا الدار الآخرة من الملفات اللي الناس لازم تعمل لها حساب. أنا والله ما غرضي يعني أزعج مشاهدينا الكرام، بس دي رحلة لازم الناس تستعد ليها. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. بيسألوا سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا عبادي فاتقون، فاتقوني يا أولي الألباب، يا أيها الناس اتقوا ربكم. ربنا بيأمرنا بالتقوى. قالوا له إيه هي التقوى يا سيدنا علي؟ قال: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، ها، والاستعداد للرحيل يوم الرحيل. نعم. يبقى من التقوى ان انا اجهز شنطتي. قال لي ملك الموت دلوقتي: جاهز يا فندم، شيكات مسددها، ماليش حاجه لحد، لا شتمت حد ولا ظلمت حد، جاهز، لا مزعل زوجتي ولا مطهق ولادي ومكرههم في عيشتهم، ولا مخصم عماتي واخوالي وخالاتي، وهكذا. فده لعله يبقى ملف صحيح. طرحنا سؤال مهم: في كم واحد فينا مستعد للرحيل؟